السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم سيفاهير. كيف كتشوفوا اليوم جيت نشارك معكم واحد المخيم للأطفال اللي كيتواجد بمنطقة زيفيتل بشمال ألمانيا، وكيتواجد كيف كيبان لكم يعني وسط الغابة، واللي كيتعلموا فيه الاعتماد على النفس، والأهم من هذا الشيء كامل أنهم كيبعدوا على التلفازة والطابلات. يعني كتكون واحد الفترة كيرتاحوا فيها مزيان، ويعني كيتعلموا مجموعة ديال الحوايج. وبالجانب ديال هذا المخيم يعني كتكون واحد المزرعه لتربيه الخيول ومدرسه ديال ليكيتاسيون يعني ديال ركوب الخيل. وهذا المخيم يعني تيقسمهم لمجموعات، الاولى اللي كتوجد الفطور، الثانيه كتجمع الماعان تغسلهم، مجموعه اخرى كطيب الغداء، ومجموعه اخرى كتغسل وكتنظف، وكاينه المجموعه الخامسه اللي كتكلف بالعشاء. ومن بعد يعني كيتعاونوا كاملين وكينظفوا كيغسلوا الماعان وكلشي. ثم كيف قلنا كتكون واحد المجموعه ديال الانشطه كيبقاو تيقوموا بها تقريبا حتى الساعه الخامسه، ويعني من بعد كيخرجوا برا كيشعلوا العافيه حتى 8 الليل، وتيبقاو يعني كيديروا انشطه بيناتهم. ويعني الأثمنة صراحة الأثمنة هائلة، يعني بالنسبة للكبار تقريبا كتكون 12 أورو الليلة، وبالنسبة للصغار كيكون واحد المبلغ ديال 8 أورو أونس. إذا زعما عجبتني أنا هاد الفكرة، وكنتمنى زعما يطبقوها عندنا حنا في بلادنا، ويكونوا عندنا بحال هاد المخيمات نستافدوا منهم حتى حنا، لانه هو بصراحه يعني ما تلقاوش صراحه شي بلاصه نخرجوا فيها الوليدات زعما يفوجوا على راسهم ينساو داك التعب ديال المدرسه ولا ديك الجلسه ديال الدار. ويعني وحتى لقينا مثلا شي بلاصه يعني كنضروا اننا نحطوا اثمنه باهظه مقابل واحد الخدمات يعني عاديه، في حين ان يعني ممكن نوفروا فحال هذا الشيء باثمنه مناسبه. اذا كيف كيبان لي عندهم هما مثلا 8 اورو اونص الصغار، يعني ثمن جد رمزي. ونتمنوا الخير ونتمنى لكم الصحة والسلامة، وإن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ونخليكم في أمان الله. السلام عليكم.